ذاك الحائري بفتواه وذاك البروجردي بفتواه. البروجردي حينما كانوا يستفتون منه حول حمل الأضرحة ويلقون عليها الستائر على شكل الشاه سلام، كان يقول: لكل مدينة مراسيمها وتقاليدها، ويجب أن يقام العزاء بناء على تقاليدها ومراسيمها. هذا هو الفقيه، هؤلاء هم فقهاء المذهب، هؤلاء هم فقهاء المذهب. ذاك هو الذي درس بدقة وأتم جميع مباحث إضرار النفس، وطالع جميع الأحاديث سندا ودلالة، ودقق جميع العناوين الثانوية والأولية، وانتهى من جميع مباحث لا ضرر بعد كل ذاك أفتى. في هذا الطريق لا إشكال أبدا إن حصل هذا القدر من الضرر.